لو جالك زبون سوداني او شعر افريقي زي ده وانت لسه هتسلك الشعر وتقطع الشعر وتعمل، تعالى بقى انا هديك حل المشكله دي دلوقتي حالا واقولك ازاي تقصر الشعر الافريقي زي ده. بص يا اخويا ركز كده يا بطوط وهتلاقي الدنيا ماشيه ازاي. بص شفت ده، تجيب زي المكنه الزيرو كده، مش هتبقى كده، ترفع المكنه سنه وهتعمل كده. بص زي ما انت ماشي كده، زي ما انت ماشي انت كده بتقصر 1 سم من الشعر. بص الكلام، بص الدنيا كده، بص اهو هات التأثير كده بطوط مظبوط. وشوف بص 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 اهو بص كده، بص هتلاقي مستوى الشعر معاك زي بص كانك ماشي بنظام ميه بالظبط، مفيش اي صمت زياده. بص 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 طبعا الكلام ده بعد ما تخلص التدريجه وتظبط الدنيا. بص ركز معايا، بص 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 تعمل كده خط مستقيم. بص الكلام، بص بص خط مستقيم ازاي. بص 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 اهي، بص ايدك ايدك هي اللي بتوزن الشعر. بص بص ركز، بص هات مستوى الشعر كده بطيء زي ما انا شايف بقى كده. شفت متساوي ازاي؟ ايوه صور كاني كاني بشيل الزياده كده، خلي التصوير جامد يا بطيء. احسن ركز معايا بقى، القشره اللي موجوده ديت تمام، القشره الموجوده ديت تمام، انا هقول لك حلها باذن الله الفيديو الجاي، واقول لك ازاي تخلص منها من مره واحده. لو عرفت ازاي تاثر الشعر الافريقي بالمستوى المثالي ده كده بالظبط، مفيش ولا شعريه زياده ولا شعريه واقفه تمام، وفهمت الدنيا ماشيه ازاي، وفرت عليك كتير، حليت لك مشكله، اعمل سبسكرايب، سيب اي مشكله عندك في الكومنتات ده، اعمل شير للفيديو عشان يوصل لغيرك وتساعد في غيرك ان انت تنشر الخير. انا بحل لكم مشكله، اي حد عنده مشكله سيب في الكومنتات، فعل زر الجرس، ارفع بطنك.